نظرية المؤامرة مصطلح بيتهم مجموعة من الأشخاص أو المؤسسات بعمل فعل غير قانوني عن طريق تخطيط سري ومتعمد. هتلر استغل لمصلحته إن الناس بتصدق الموضوع ده. طب ليه الناس بتصدق؟ أول سبب إن المؤامرة بتخلي كل المشاكل المعقدة اللي في الدنيا حلول سحرية. تاني حاجة إن المؤامرة بتجسد الشر في مصدر واحد، فبنتقسم الناس للي بيعمل الشر وماشي فيه واللي بيعمل الخير وماشي فيه. في اتنين قسموا نظريات المؤامرة، روسبارد وبوكر. روسبارد بيقول دور على المستفيد، يعني أحمد ووائل زملاء في الشغل وبينافسوا على وظيفة واحدة، فجأة بدون مقدمات أحمد اتطرد من الشركة، يبقى أكيد وائل له إيد في الموضوع ده. وده ممكن يكون له نوعين، اول حاجه يكون سطحي يعني زي اللوجيك اللي احنا عملناه كده، او عميق يعني لوجيك وتفكير وكل حاجه بس لازم بعد كده يكون في بحث وتاكيد. ووكر بقى بيقسمها على حسب المكان، فعندك مؤامرات من الخارج ودي بيكون مسؤول عنها عدو خارجي حد من بره يعني، ومؤامرات من الداخل يعني من جوه يعني حد من ما بيننا. وبيقول لك ان المؤامره ممكن تكون طبقه بالكامل مسؤوله عنها، يعني مش مؤسسه وبس. من أشهر المؤامرات اللي موجودة مؤامرة الماسونيين واليهود، وبدايتها كانت في القرن التسعتاشر، وبتقول إنهم بيحاولوا يسيطروا على العالم عن طريق التحكم في الاقتصاد العالمي. ومن الكتب اللي شهرت مؤامرات اليهود بروتوكولات حكماء صهيون، وكمان وجود منظمات زي الإليميناتي أو العالم الجديد، خصوصا بعد خطاب بوش الأب اللي قال فيه بالنص مصطلح العالم الجديد. A world where the rule of law, not the law of the jungle, عمليات باسم طرفتين، وفيها دول ومنظمات بترتكب جرائم على نفسها وتتهم فيها رسميا طرف تاني، زي احداث 11 سبتمبر اللي الاتهام الرسمي فيها كان للقاعده. الا ان النظريه بتقول ان السي اي اي هي اللي نفذت الحادثه، وكمان تفجيرات مدريد 2004 اللي الاتهام الرسمي كان للقاعده برضه. الاغتيالات، جون اف كينيدي، مالكوم اكس، مارتن لوثر كينج وغيرهم كتير. مين اللي قتلهم بجد؟ مصدق القصة الرسمية؟ الحوادث، او زي ما هم عاوزين تفتكر، الاميرة ديانا ودودي الفايل، حادثة فعلا، حادثة الطيارة اللي مات فيها ابن جون كينيدي بعد ما أبوه قتل، مش مقصودة؟ ضحايا كلينتون، النظرية بتقول إن كلينتون كان بيقتل أي حد يقف في طريق مستقبله، مش مصدق؟ أكتر من 34 واحد له علاقة بكلينتون ماتوا في ظروف غامضة، صدفة؟ هل الإليانز دول بحق وحقيقي؟ هل في كائنات فضائية موجودة حواليك دلوقتي؟ طب ايه حقيقة اريا 51؟ ما تقول، ابتديت تصدق؟